انا ده هتسلل لبيت هيكل توينز وهقعد فيه لمده 24 ساعه. انا في الطريق دلوقتي وطبعا محدش يعمل كده عشان انا وهيكل توينز صحاب، فاول ما يعرفوا هنهزر ونضحك. متحمس قوي للفيديو ده، متهيألي بقالي اكتر من سنه بحاول اظبطه، فمتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا نبدا الفيديو. وصلت دلوقتي لبيت هيكل توينز والعربيه بتاعتهم اهي، يعني ده معناه ان هم جوه. كمان كلمت هيكل توينز من اسبوع وقالوا لي ان اهلهم مسافرين وهم لوحدهم في البيت، فالموضوع كده بقى اسهل ان هم اتنين بس في البيت. ف يلا بينا. لو هو مقفول هنحاول ننط من السور، ده في كاميرات بس اكيد مش هيشوفوها، هيشوفوها بكره بقى او حاجه. تعالوا نحاول. ده مفتوح، ده في باب تاني بس بره عشان ما حدش يسمعنا. هنشوف مكان تاني ندخل منه. الدنيا كلها مقفوله هنا وفي كل الشبابيك في حديد وكده، ف مظنش ان احنا لينا خيار تاني غير ان احنا ندخل من الباب الرئيسي بالراحه بقى عشان لو حد سمعنا التحدي كله باظ. تخيلوا التحدي يبوظ من اول الفيديو كده. فاحنا دلوقتي هناخد الريسك، مقفول من كل حته ومصبح وكل حاجه، وفي كود المفروض نكتبه. انا هحاول اجرب اي حاجه وخلاص. حد منهم جاي، حد منهم جاي. كمان كنا هنتمسك. يا نهار الحمد لله صورته اهو وهو بيكتب الكود، بس طبعا هعمله بلور. المهم تعالوا نجرب دلوقتي اللي كتبه ونحاول ندخل. بقول لك ايه، ادخلي معايا هدخلك بس ما تفتنيش. يلا دخلت دلوقتي و انا لازم استخبى في مكان قبل ما حد يقفشني. تعالوا نستخبى فين 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 فين. واكيد هيحس بيا لو انا فضلت هنا. انا لازم اغير المكان. يا نهار ابيض، انا الفلاش عندي خطه. اول لما يسكت هجري على طول استخبى في مكان تاني وراه عشان ما يشوفنيش باي طريقه ولا يسمعني ولا يعني. صراحة جوعت قوي. الدنيا نورت وده النور هنا، فانا لازم امشي. بفكر اروح استخبى في المطبخ وبرضه الاقي حاجه كلها. يلا بينا. ماشي ده اوف جامد قوي. تعالوا نحط كانتري تايب في التورته عشان لما يجوا ياكلوها ياكلوا تريتس القطط عشان ما تتمتيش على ياس. وقعت حاجة وحسين دخل على طول المطبخ. يخرب بيت غبايا يعني.
بقالي ربع ساعة كده قاعد هنا، ايه ده؟ ومفيش حد عندنا ولا حاجة. فدلوقتي انا هروح مكان تاني لقيتهم احسن بكتير، احسن بكتير، هستخبى فيه واقعد فيه لغاية بكرة. فهروح له دلوقتي. بص، شجرتين قدامي وهي اكيد ما خدتها عشان اقعد لغاية بكرة هنا. دي لما رجع احنا ناخد ده. اوف سنيكرز. يلا ناخد الحاجات دي ونرجع تاني. يا رب بس ما يبقاش في حد بره. مش حد، مش حد. يلا نرجع لمكاننا تاني بقى. ده ايه ده؟ ما طفى النور دلوقتي. الساعة دلوقتي 6. ما اكلتش حاجة من الصبح، جعان اوي. اصلا تعبان اوي، بقالي اكتر من 5 ساعات في البيت مستخبي. هنام واصحى اشوف الدنيا عاملة ازاي. جماعة صحيت دلوقتي، الساعة دلوقتي 10. سمعت صوت برا. طب حلو، يعني انت دخلت البيت يعني انا هلاقي مصر كلها عندي في البيت. لازم تضرب بجد. اي حرامي كان هيخش البيت. اقسم بالله انا شفتك، انا معدي كده شفتك وانا عديت كده لمحت حد. انا شفتك وانت حطيت عينك بعد كده لقيتك مشيت، فاهم؟ فقلت اجيب دي ولا اخش عليك لوحدي. شايف دي؟ تحمد ربنا والله. بس شايف دي انت كنت بجد، فاهم؟ تنزل عليك والله على دماغك. بس حرامي عندي في البيت. انا هموتك. انت مجنون يا اسطى. مجنون بجد. في حد يعمل كده؟ افرض انا دلوقتي مثلا كان معايا سلاح او ظابط او بتاع وشفتك قمت جاي اضربك من بعيد. انا فكرتش في الحوار ده. مصر كلها انت قشطه اهو يا جماعه. مصر كلها ازاي تدخل بيت ايجل؟ لا لا خلاص خلاص. انت عملته خلاص جميله جدا اللي انت عملته. تعالى بس تعالى بس عشان كان قلبي هيقف. لا قلبي عامل سبسكرايب. هيقف والله سبسكرايب. يعني انت اللي كنت عمال تعمل الاصوات دي كلها انا سمعت حاجات بتقع. ده انا معرفش. انا اصلا مشيت وانت بتصلي. انا معرفش انت ازاي ما خدتش بالك بجد والله. مشيت وانا بصلي. ايه بصلي؟ وانت بتصلي والله؟ انا صليت على الساعه مثلا الساعه 3 وربع حاجه كده وانت ما خدتش بالك خالص. نعم والله العظيم بجد والله العظيم. لا على فكره ما انا كنت شايفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. عجبني من غير ما اشوفه والله. بقول لكم اعملوا لايك وسبسكرايب للشانل. اسمعوا كلامه يا جماعه. وعشان الفكره عجبتني انا اول واحد اخش اعمل لك لايك للفيديو. خلصانه ماشي. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. انا سمعت صوت حاجات بتقع. حاجات انا عمال كل ده متخيل القطه. يعني لو ما فيش قطه في البيت والله انا لو ما فيش قطه في البيت كان زماني متجنن.